لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو بتعرض في مزاد لدار كريستيز في مايو اللي جاي بقيمة تقديرية ممكن توصل ل 200 مليون دولار. ده بيعتبر طبعا رقم قياسي، ومن المتوقع أن تكون دي أغلى لوحة في القرن العشرين تباع في مزاد بهذا الرقم. لوحة لوجه النجمة الأمريكية الراحلة مارلين مونرو رسمها أيقونة موسيقى البوب أندي وارهول في ستينيات القرن الماضي، ستعرض في مزاد لدار كريستيز بقيمة تقديرية تبلغ نحو 200 مليون دولار، وما سيشكل رقما قياسيا. ومن المتوقع أن تكون هذه أغلى لوحة من القرن العشرين تباع في مزاد. اللوحة التي تعود لعام 1964 وتحاكي وجه مونرو بشعر أصفر لامع ووجه وردي وظل عين أزرق فاتح تعد واحدة من خمس لوحات رسمها وارهول لمونرو مستخدما تقنية المسح الضوئي. وكانت هذه اللوحة مملوكة لمؤسسة توماس ودوريس آمان في زوريخ، وستعود جميع عائدات البيع للمؤسسة التي تكرس جهودها لتحسين حياة الأطفال في جميع أنحاء العالم.